مصطفى. اهلا بيك يا استاذ مصطفى، تفضل بسؤالك سريعا. نعم. النبي الشيخ بس عاوز نتكلم والله. نعم يستمع اليك، تفضل تفضل. بسؤالك. اهلا وسهلا بك. نعم. الشيخ يا عم الشيخ. نعم. نعم تفضل اخي الكريم، انا اسمعك. نعم تفضل. يا عم بس بالله عليك، يعني انا سافرت السعودية، قعدت 30 سنة في السعودية. نعم. نعم. فخدت يعني أول ما طلعت خدت والدتي حج الحج، أبويا خدته الحج. ما شاء الله عليك. نزلت بعد سنتين، كل ما يعني ننزل شهري بس. فروحت اتجوزت، خطبت كذا واحدة، المهم حصل نصيب في واحدة، قلت لأبوها هتجوزك بعد في شهر واحد عشان أنا مسافر وكده. أي. واتجوزتها وخدت معايا، وخدت ابوها وخدت امها حج برضو مع والدتي تاني. وقعدت 30 سنه، جبت 6 بنات الله يبارك لك. معايا 6 بنات. نعم. طبعا علمتهم الدكتوره والمهندسه وكل التعليم عالي ما شاء الله. لما جيت قعدت، جالي الكبد، يعني جالي المرض هناك، الله كبد يشفيك. الفيروس الكبد. فنزلت تعبت، يعني ما قدرتش نكمل بعد 30 سنة هاي. اي لما جيت العياد مروا على المصاريف، لما قلت لهم الحالة دلوقتي يا مثلا على فتحت المحل وقعدت نجاهد مع، يعني عشان برضه من نسعيتهم نفس المستوى، بس ما قدرتش. نفس هم قالوا عاوز فلوس يبعت لهم فلوس بس. فلما جيت الحالة التعبانة معايا حاليا، الامهم طبعا كلها تبع مامتهم، وامهم عامله اكفيت، يعني الموت احلى من أحلى، يعني الواحد يخش التربه احسن. الايه؟ يعني بيتمنى الموت. يعني لا حول ولا قوه. معاملتهم بقت، نعم معاملتهم بقت، انا مريض دلوقتي في السرير، مريض في السرير، عيالي حتى ما بيسال عليا ولا بيخرجوا. انا وضعي يعني عاوز، يعني مش عارف نقول لك، معايا حاجات الحمد لله ربنا سترها معايا، وهي حاجات الحمد لله عاوز اديها نكتبها لاي حد. بس انا اقول لك، انا افرغت دم بالليل، ما حد حتى ولا حد اشتغل عني. فدي معامله بيرجع دم بالليل وفلوسي حاليا ما دخلتش فيها حاجه حرام، والله ما دخلت فيها حاجه حرام. نعم. طب بالله عليك انصحني، بس اعمل ايه؟ بس هم اولادك معاك ولا لا؟ بناتك معاك ولا لا؟ اولادي انا بنيت لهم بيت كبير. ايوه. قلت 6 بنات انا اعمل لكم، كل واحده ان شاء الله تتجوز لها طور وكده. البيت دي بره بعيد يعني شويه، فهم خدوا شقه، وخدوا شقه قاعدين فيها في وسط المدينه، مش عاوزين يسيبوا الشقه دي عشان هي يعني في محتوى المدينه، بينها وبين المدينه بتاع نص ساعه. ايوه انت لوحدك يعني عايش لوحدك؟ بس سيادتك انا دخلت، انا بقول لك بيني وبينهم بتاع 10 دقائق بالعربيه بالظبط. لما تمام. نجيب البت هنا تقعد تعيط، الثانيه مش عاوزه، الثانيه مش، بقول لك مع العلم ان في 3 منهم و4 شغالين يعني. الاثنين الصغيرين دول باقي 2 صغيرين. نعم. يعني المعامله بتاعتهم اقسم بالله بقول لك كل كلمه صدق، حتى الغسيل انا بغسله. لما جيت من السعوديه هدومي بغسلها انا، خدت بالك؟ انا بس ما سمعتش. انت عايش، هو عايش لوحده؟ هو عايش لوحده فعلا يعني. ابنائه البنات تخلوا عنه. وزوجته؟ يا ترى حاج ابو مصطفى وحاج مصطفى، يعني هل زوجتك معك؟ معاهم يا باشا، مع البنات يعني، الزوجه مع البنات. يعني هو قاعد لوحده. قاعد طيب. لوحده في يوم وهي لسه ما زالت على ذمتك يعني؟ في يوم على ذمتي يا باشا. في يوم انا رحت لها الشقه دي، المهم سكت يعني بتفتح الباب، نفتح الباب، سكت الباب، خبطت الباب، المهم خدت بعضها ومشت وسابت العيال وراحت عند اخواتي. عشان انت رحت؟ كل البنات موجودين في الشقه، فكل كل مثلا ساعه ولا حاجه بقى، كل مثلا يعني الصبح بروح لهم عاوزين حاجه، عاوزين بتاع، ونيجي لغه ثانيه. فدول يستاهلوا اللي انا ارعيهم ولا اسيبهم؟ طيب. امهم سابتهم. وامهم سايباهم لحد دلوقتي كده؟ اه
سايباهم سيادتك. ومش قاعده معاك البنات لوحدهم كده يعني، انت في مكان وبناتك في مكان ومراتك في مكان؟ لا بناتي سيادتك، بناتي انا يعني بيني وبينهم 10 دقايق بالعربيه، فبروح لهم اطمن عليهم. لكن لوحدهم يعني قاعدين؟ طب وفي مشكله انك تقعد معاهم؟ لما تبقى طب ما تقعد معاهم انت. ما فيش سيادتك مشكله معاملتك طب انا سيادتك الثلاثه شغالين، معاملتهم سيئه، معاملتهم سيئه معاك، معاملتهم يعني انت لو رحت تقعد معاهم هيطردوك من البيت يعني ولا ايه؟ لا معاملتهم يعني بص يعني تخش تخش اي حته كده تلاقيها بص فيك الشر يعني، انا مش عارف اصل ما ينفعش تكلمني. هي معاملتهم سيئه، وفي حاجات مش عاوز يقولها حضرتك، مش عايزين نتكلم في تفاصيل يعني، لكن دلوقتي ايه المشكله؟ انك تروح تقعد مع بناتك ما تسيبهمش لوحدهم. ما انا بروح عليهم يا باشا، ما بقول لك انا بروح بشوفهم عاوزين ايه بديهم. انا مش عايزك تزورهم، انا عايزك تعيش معاهم. معاملتهم بقول لك ايه يعني في سني، انا في سني ده اقعد اطبخ لهم، اقعد اعمل لهم؟ لا هم اللي يطبخوا لك، هم اللي يخدموك، هم اللي يغسلوا لك، هم اللي يشيلوك فوق دماغهم غصب عن عينهم. مكبرين دماغهم من كل حاجه. ما هو انت عايزك تشد عليهم شويه، لازم تشد على بناتك شويه، ما ينفعش الكلام ده. انا دول محترمين، اقول لك ادب علم كل الله اكبر يعني، في ادب وفي علم وفي دين وفي خوف من ربنا، يبقى ما ينفعش يسيبوا ابوهم المريض لوحده ولا ابوهم يسيب البنات لوحدهم. ده ادعى انك تروح تعيش معاهم، او انت تبقى يعني ايه في بناتك في ظلك وفي حضنك، وفي نفس الوقت يخدموك طالما امهم مش موجوده معاهم. انا مش عايزك تخش في تفاصيل، لكن المهم الصح يتعمل. الصح ان بناتك ما يبقوش لوحدهم، دول بنات ويبقوا عرضه للقيل والقال. انا بكلمك بصراحه عشان خاطر دول زي بناتنا يعني، فلازم ناخد بالنا من سمعتهم، واخد بالك؟ والمجتمع والناس دلوقتي مش ملايكه، احنا في زمن الفتن، واذا كانوا بناتك ملايكه فهم المجتمع والشارع والناس اللي حواليهم مش ملايكه، فلازم تخاف على بناتك، ما تسيبهمش لوحدهم. سيبك من السكن اللي انت عايش فيه ده وتروح، يا اما ييجوا البنات يقعدوا معاك يا تروح انت تعيش معاهم. ما تسيبش بناتك لوحدهم ابدا، دول بنات يا حاج الله يرضى عنك ويبارك لك فيهم يا رب ويحفظهم لك، وتفضل كده يعني فرحان بيهم طول عمرك وتفرح بولادهم وولاد ولادهم. لكن ولادك ما يسيبوش لوحدهم ابدا. وطالما بناتك بيخافوا ربنا يبقى انت ابوهم وقاعد معاهم. لو في اي خلاف قديم نعالج ونصلح ونسامح ومفيش مشكلة، لكن ما تسيبش بناتك أبدا. هي دي النقطة المهمة في الموضوع. النقطة التانية اللي بينك وبين زوجتك، الله يصلح الحال بينكم يا رب، شوف أي طريقة أنك يعني إيه تصلح العلاقة بينكم وبين بعض. والله اتصلحت وبقت كويسة وتمام التمام، أهلا وسهلا بيها، وتعيشوا مع بعض وتربوا بناتكم. هي في دماغها حاجة تانية ومصممة ان هي ما تعيش معاك، روح اتجوز. تقول لك اتجوز ازاي وانا عندي الكبد وبكح دم؟ يا عم اتجوز ما تقلقش، ربنا يكرمك بواحدة يجعل قدومها عليك سبب في علاج الكبد، وبدل ما تكح دم تكح عسل ان شاء الله تعالى، هتتهنى. انت مكبر نفسك قوي ليه كده؟ مراتك جت اهلا وسهلا، صلح العلاقة معاها وعيشوا كده في وسط البنات وبناتكم في وسطيكم، مش عايزة تيجي تتجوز، هات واحدة تخدمك انت وبناتك، مش عشان تخدمك يعني طبعا، لا زوجة لها حقوق برضو لها كل حاجة، لكن برضو يعني انت من حقك. انت ليه عامل في نفسك كده؟ بتكافح 30 سنة وشربت المر من كيعانك 30 سنة عشان تربي بناتك اللي دكتورة واللي مهندسة، وعشان توفر لمراتك الاكل والسكن والمعيشة الكريمة، جاي انت دلوقتي وقت ما انت محتاجهم ما يقفوش جنبك؟ ازاي الكلام ده؟ ايه اللي بيحصل في البلد ده؟ ايه الدين والاخلاق؟ فين الكلام ده؟ البنات دول لازم يخافوا ربنا. وكلامي دلوقتي للبنات، رسالتي للبنات، اذا كنت يا بنتي بتخافي ربنا سبحانه وتعالى وطمعانه في الجنه، فالجنه هي ابوك ودي امك. لا بقول لك حب ابوك واكره امك، ولا اكره ابوك لا،
دي ابوك وده امك، لكن تكوني انت بره بابيك له حق عليك مهما كان. والله لو حتى الراجل قال كلام مش صحيح برضه اسمه ابوك. فلازم يا بنات ما ينفعش الكلام ده. ازاي البنت تبقى جالها قلب تعيش وابوها تعبان وبيكح دم، وانت جايلك تعيشي قلب تعيشي على بعد 10 دقايق منه؟ اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انتوا بتضيعوا الجنة من ايديكم كده يا بنات. والله رب العزة سبحانه وتعالى جعل الجنة للبر للوالدين فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق لوالديه. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، منهم عاق لوالديه. فإيه اللي انتوا بتعملوه ده يا بنات؟ أما نصيحتي ليك أكررها مرة أخرى: اتجوز يا حاج، اتجوز، ربنا يصلح حالك لو أنت لك رغبة في الزواج. أنا برضو لا أريد أن أفرض عليك شيء ربما أنت مالكش رغبة فيه أساسا، يعني لو لك رغبة في الزواج تزوج، لكن قبل كده شوف أم بناتك وشوف بناتك وشوف حياتك، ويبدأ وربنا يعينك ويرزقك برزقهم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله منتهى الخسة. نعم والله العظيم منتهى الخسة، منتهى الخسة والندالة والحقارة، تصرفات الأبناء. إن واحدة نعم. تبقى عايشة مع واحد طول ما هو معاه عايشة معاه 30 سنة، واخد بالك ليه؟ نعم. البنك يا باشا بيحول بيجيب. لما الراجل يتعود أو يتعرض لأزمة ويفقد شغله ولا يفقد دخله يرموه في الشارع. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم إن شاء الله. يعني حاج أبو مصطفى، يعني بإذن الله في قبل الأيام نتمنى أن يكون هناك مكالمة هاتفية إن شاء الله، يبشرنا أن الأمور يعني عادت إلى مجاريها الطبيعية إن شاء الله، ولعل البنات يعني يكونوا بيستمعوا لنا الآن، وأيضا الزوجة إن شاء الله.